أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهتم بالعمل والتنمية والبناء في كل القطاعات. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد محور الشهيد فؤاد أبو ذكري بمحافظة الإسكندرية أن الدولة تقوم بتنفيذ 250 ألف فدان في الدلتا الجديدة وتشكى وشرق العوينات. الدولة مش سايبة قطاع يعني ما بتشتغلش فيه. على الدكتور مصطفى بيقول لي بس الفكره انت يمكن بتمس قطاع بنفسك، يعني مثلا يقول لك ايه انتوا مهتمين قوي، انا الكلام ده قلته قبل كده، يعني بالطرق والكباري. يا سيدي انت بس اكمنك شفت الطرق والكباري، اكمنك انت بتمشي عليها، لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعه انت ما بتشوفوش. ليه؟ لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده؟ انا بتكلم اللي احنا بنعمله زياده. يعني الدكتوره لسه بتقول هنا 250 ألف فدان هيدخلوا لزراعة القمح السنة دي عن السنة اللي فاتت. المفروض كانوا 400 ألف، مش كده يا محمد؟ كانوا كام؟ 400، والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو احنا نجحنا، لو احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله. ده بعيد عن الرقعة القديمة، بعيدين عن الدلتا يا دكتور مصطفى. احنا بنتكلم هنا على الدلتا الجديدة، وبنتكلم على تشكى وشارع العوينات. معناه ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان، معناه في زرعه واحده هدخل من 2.5 ل 3 مليون طن حسب قدرتنا في